النهاردة معايا ليكم شوية قصص من تاريخ كنيستنا القبطية الجميلة، وهبتدي أول قصة عن معجزة عظيمة عملها القديس ماري مرقس الرسول لما كان بيبشر بالسيد المسيح في مصر، وكان ساعتها في اسكندرية، وكانت المعجزة مع واحد اسمه إنيانوس وكان إسكافي، يعني بيصلح الجزم المقطعة والصنادل، وراح له قدسنا لأن صندله كان انقطع من كتر اللف والتبشير باسم السيد المسيح في كل مكان في مصر. انت شكلك مشيت بكتير، ده متقطع خالص. بص انا هحاول اعمل كل ايدي انا اتعورت جامد جدا. ايوه الاله الواحد اشفيني. انت تعرف مين هو الاله الواحد؟ لا بس مقتنع بوجود اله واحد بس هو اللي بيخلق وبيشفي، مش مقتنع بعبادة الأوثان لأنها حجارة، ومش مقتنع بوجود أكتر من إله. يا حبيبي رب المجد يسوع، مد إيدك واشفي ابنك من وجعه وألمه، وقل له يبقى مين هو الإله الحقيقي، الإله الواحد القادر على عمل المعجزات. لك كل المجد من الآن وإلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حرك إيدك من تاني يا حبيبي. مش ممكن، أنا خفيت. أنا مؤمن بإلهك يا قديس الله، أنا مؤمن بإلهك، أرجوك احكي لي عنه أرجوك. وبقى إنيانوس مسيحي هو وأهل بيته، وخلى القديس ماري مرقس الرسول إنيانوس أسقف ومعاه 3 قصوص و7 شمامسة، وبقى إنيانوس البطرك رقم 2 بعد القديس ماري مرقس كروز الديار المصرية اللي كان البابا الأول على الكرسي المرقسي في مصر. والقصة التانية اللي هحكيها لكم أيام البابا ديمتروس الكرام البابا رقم 12 على الكرسي المرقسي، وكان مشهور ببساطته وبحكمته وبحبه الكبير جدا لماما العذراء، وبسبب حبه ليها كانت بتيجي وبتخيط له كل لبسه المقطع. وفي مرة حرم البابا واحد راجل من التناول من الأسرار المقدسة ومن دخول الكنيسة، وتعالوا نشوف حصل ايه في قصتنا. ازاي حرمني البابا من التناول بالرغم اني اعترفت من قلبي وقلت له اني مش هعمل الخطيه دي تاني؟ سامحني يا حبيبي يسوع على خطيتي. انت عارف انا بحبك جدا جدا، وعارف انك هتسامحني. بقالي كتير قوي ما تناولتش، ونفسي اتناول من تاني. سامحني يا رب سامحني. السلام لك، أنا أم النور مريم العذراء، وحبيت أجيلك بنفسي علشان أقولك إن ابني رب المجد يسوع سمع لصلاتك وغفر لك كل خطاياك. روح للبابا ديمتريوس وقل له إني جيت لك، وقل له الكلام اللي قلته لك ده كله. بس البابا مش ممكن هيصدقني لو قلت له ان ام النور مريم ظهرت لي وقالت لي كمان ان رب المجد يسوع سامحني على خطاياي. ده اكيد هيقول انا ألفت الكلام ده علشان يسامحني. طيب انا هقول لك تقول له ايه بالظبط.
قداسة البابا وقال له: صباح الخير يا قداسة البابا. صباح النور يا ابني، انت مش كنت عندي مبارح وقلت لك انك محروم من التناول لحد لما تبطل خطاياك الكتيرة اللي بتعملها دي؟ جاي تاني ليه النهاردة؟ انا جاي اقول لقداستك امبارح جات لي الخياطة اللي بتخيط لك لبسك، وقالت لي اقول لقداستك انها سامحتني هي وابنها على كل حاجة عملتها. وطبعا سامحوا البابا لانه عارف فعلا ان توبته كانت توبة حقيقية، وان فعلا ام النور بنفسها هي اللي جت وكلمته. والقصة التالتة، ايام البابا بطرس خاتم الشهداء البابا رقم 17 على الكرسي المرقسي، اللي في وقته راح واحد كان ترك الايمان المسيحي للامبراطور ماكسيميان دارا وقال له: مراتي سابتني وسافرت على اسكندريه عشان تقابل البابا بطرس هناك، وانا خايف على اولادي الاتنين منه. اول لما قلت لها تسيب المسيح هربت على اسكندريه على طول. ارجوك ساعدني. وسبب سفرها للاسكندريه لانها كانت عايزه تحافظ على اولادها لحسن يبقوا وثنيين. وفي وسط رحلتها حصلت عاصفه عظيمه، وكل اللي كانوا في المركبه خافوا من الموت. عورت نفسها وصلت عليهم ورشمت علامة الصليب على قلبهم وعلى رأسهم بدمها كأنهم اتعمدوا، لأنها خافت لحسن يموتوا قبل عمدهم في الإسكندرية. ولما راحت للإسكندرية بسلام قابلت البابا بطرس وحكت له على كل حاجة حصلت ليها مع زوجها، ففرح بوصولها بالسلام وعلى تمسكها بحبيبها رب المجد يسوع. ولما جه يعمد أولادها الاثنين حصلت حاجة غريبة جدا. ايه ده؟ ازاي؟ كل لما بنزل حد من اولادك في مية المعمودية المية بتقل في جرن المعمودية. انا مش مصدق اللي بيحصل ده. هو في ايه يا بنتي؟ اكيد في حاجة مخبياها عليا. فعلا حكيت له اللي حصل لها وهي على السفينة، فقال لها: اولادك نالوا سر المعمودية لما رشمتيهم بدمك بعلامة الصليب على رأسهم وعلى قلبهم. مبروك عليهم نوال سر المعمودية. ونزل الامبراطور بنفسه علشان يقبض على بابا الاسكندرية، ولما عرف ان المرأة الانطاكية رفضت ترك ايمانها امر بحرقها هي واولادها الاتنين، وامر بالقبض على البابا وبتعذيبه وقطع رأسه بحد السيف. فهاج الشعب جدا من القرار ده وطلب البابا من الجنود بوضعه في السجن لحد لما الشعب يهدى. في يوم ظهر رب المجد يسوع للبابا بطرس وقال له: السلام لك يا حبيبي بطرس، انا رب المجد يسوع. ايه ده يا رب؟ مين اللي قطع لبسك كده؟ أريوس كاهن كنيسة بوكالي هو اللي قطع لبسك. حرب الشيطان اللي جاية مش هتكون من بره الكنيسة زي ما حصل أيام ديكلديانوس، لأن الشيطان اكتشف إن عدد المسيحيين بيزيد مع الاستشهاد، فهتكون الحرب اللي جاية من جوه الكنيسة. لا تقبل أريوس في الكنيسة، وخلي كل اللي هيجي من بعدك على الكرسي المرقسي ما يقبلهوش في الكنيسة، ولا تخف لأني سأكون معك حتى لحظة استشهاد. وكتب لأولاده علشان اللي هيجي من بعده ما يقبلش أريوس للكنيسة من تاني. وبالليل قال لقائد الجند: طلعوني من الباب الخلفي للسجن وودوني كنيسة بوكاليا عشان أصلي لرب المجد يسوع. وفعلا أخذوا البابا من الباب الخلفي للسجن، وبعد لما صلى صلاة قوية جدا وعميقة
في كنيسة بوكاليا لرب المجد يسوع قدام قبر القديس ماري مرقس، سمعت بنت عذراء كانت بتصلي في بيتها جنب الكنيسة صوت بيقول من السماء: بطرس هو أول أسماء الرسل، بطرس هو آخر شهداء الإسكندرية، وعلشان كده اتسمى بالبابا بطرس خاتم الشهداء، لأنه فعلا يبقى آخر بطريرك ينال الاستشهاد على اسم السيد المسيح. ولما خلص صلاته خاف الجنود إنهم يقطعوا راسه، لحد لما قدم القائد لجندي 5 قطع من الذهب علشان يقتله، وفعلا نال الاستشهاد على اسم المسيح سنة 311 ميلادية. والقصة الرابعة اللي أنا محضرها لكم من تاريخ الكنيسة أيام البابا إسحاق، البابا 41 على الكرسي المرقسي، اللي ناس أشرار وشوا بيه للوالي، علشان كده أمر بقطع راسه. وتعالوا نشوف قبل ما تنقطع راسه حصل إيه. يا رب يسوع المسيح، أنت عارف إني مظلوم، أنقذني من أيدي أعدائي. وزي ما قال داود النبي في المزمور: بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبص لديه ضيقي، عند فناء روحي مني، وأنت قد علمت سبلي، في الليالي التي أسلك فيها أخف لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وقلت: أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، أنصت إلى طلبتي فإني قد تزللت جدا، نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي، لك كل المجد، لك من الآن وإلى الآن. آمين. وقبل لما يقطع السياف راسه جه واحد للوالي وقال له إن البابا إسحاق مظلوم والمفروض ما يموتش، وتمجد اسم ربنا قدام كل الناس في اليوم ده. والقصة الخامسة اللي أنا محضرها لكم النهاردة قصة حصلت في تاريخ كنيستنا أيام الدولة الفاطمية، أيام المعز لدين الله الفاطمي، وده كان في وقت البابا إبراهام بن زرع، البابا 62 على الكرسي المرقسي، اللي في مرة وهو موجود في قصر المعز قال له المعز لدين الله الفاطمي: أنا سمعت إن في آية في إنجيلكم بتقول لو كان عندك إيمان مثل حبة الخردل تقدر تنقل الجبل من مكانه، وبصراحة كده كلام غريب، ولو فعلا ما تنقلش جبل المقطم يبقى كلام إنجيلكم ده كله غلط، وده معناه إن ديانتكم دي مش صحيحة. أنا هديلكم مهلة 3 أيام، ولو الجبل ده ما تنقلش أكيد عارف إيه اللي هيحصل لكم. فخرج البابا إبراهام من القصر وراح على الكنيسة وجمع الشعب المسيحي كله وطلب منهم الصوم والصلاة لمدة 3 أيام. وهو بيصلي في الكنيسة ظهرت له أم النور مريم وقالت له: السلام لك رب المجد يسوع ابني، سمع لصلواتكم وقبل صومكم، وهتحصل معجزة عظيمة في مصر، لكن لازم يكون موجود بينكم شخص اسمه سمعان، ومن غيره مش ممكن هتحصل المعجزة. سلامي وسلام ابني يكون معاكم كلكم. وفعلا اتجمع الشعب قدام الجبل وكلهم ماسكين الشموع والصلبان، والقديس سمعان الخراز واقف وسط الشعب، والكل كان بيقول بصوت واحد: كريا لا يصور.
وفعلا اتنقل الجبل من مكانه، وانتشرت المعجزة العظيمة دي بين كل الناس في كل مكان، وتمجد اسم رب المجد يسوع قدام كل الناس. واخر قصة معايا لكم النهاردة بتحصل ايام البابا بطرس الجولي، البابا 109 على الكرسي المرقسي. وده كان ايام ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا، اللي للأسف ناس حواليه كتير هيجوا على المسيحيين وقالوا له ان مفيش حاجة اسمها نور بيخرج من القبر بتاع السيد المسيح في القدس. وطبعا جاب البابا قدامه واتكلم معاه وقال له ان الكلام ده لو مش صحيح هيقضي على المسيحيين كلهم. فقعد البابا يصلي لمدة 3 ايام وقال في اليوم الاخير: رب وحبيبي ومخلص يسوع المسيح، اظهر قوتك قدام كل الناس، احنا مؤمنين بيك، والنهاردة هتظهر قوتك مش بس قدام اولادك ده قدام كل الناس. انا عندي ايمان انك زي ما نقلت جبل المقطم والكل شهد لاسمك القدوس، النهاردة هتبان قوتك والكل هيشوف النور المقدس من قبرك. يا حبيبي يسوع لك كل المجد من الان والى الابد، امين. ايه ده ايه ده، بصوا بصوا هناك كده، ايه اللي طالع من هناك؟ ده النور المقدس، المجد اللي كان روح القدس ليه. فعلا ظهر النور المقدس، وما صدقش ابراهيم باشا اللي شافته عينيه، وتأكد من كلام والده عن المسيحيين انهم رجال صلاة كلهم، وإلههم يبقى إله عظيم. تاريخ كنيستنا عظيم ومليان بقصص كتيرة، قصص أثبتت وجود ربنا مع أولاده. ربنا عمره ما بيسيبنا أو بينسانا، واحنا لازم نفضل على طول متمسكين بيه وما نخافش ابدا، لاننا مش لوحدنا، ده ربنا على طول معانا وواقف جنبنا. استنوني المره الجايه في حكايه جديده جميله من تاريخ كنيستنا القبطيه. استنوني في حكايات الملك العظيم.